بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، عودة إلى الإيمان. عباد الله، نعرف شرف الإيمان، ونعرف ثمرات شجرة الإيمان، ونعرف كذلك عباد الله كيف نتقرب إلى الله عز وجل، وكيف نتعهد شجرة الإيمان في قلوبنا حتى نذوق حلاوة الإيمان. فليس كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجد طعم الإيمان، ولكن يجد طعم الإيمان من أثمرت شجرة الإيمان في قلبه، ومن أينعت شجرة الإيمان في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه علامات لنماء شجرة الإيمان في قلبه، وإثمار شجرة الإيمان في قلبه، وطيب الثمرة. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلما ادعت أعراب بني أسد الإيمان، نفى الله عز وجل عنهم الإيمان، لأن الإيمان درجة يعني عالية ومنزلة رفيعة، ولكن الإسلام هو الذي ينبغي أن يقولوا به، لأنهم في بداية طريق الإيمان لم يصلوا بعد إلى الإيمان. فهؤلاء لم يكونوا منافقين على الراجح من أقوال العلماء، ولكنهم استسلموا في الظاهر لدين الله عز وجل، ويرجى أن يصلوا بعد ذلك إلى درجة الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أشرف شيء في الوجود عباد الله، وأفضل الأعمال، هو الإيمان بالله عز وجل،
سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. تمنن الله عز وجل على المؤمنين بهذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان، فقال عز وجل يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كما تمنن على المؤمنين الصادقين كذلك بأنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، فقال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعمة أن يحب العبد الصلاة والصيام وقيام الليل، وأن يحب أهل الإيمان من الأنبياء ومن الدعاة إلى الله عز وجل ومن الملتزمين بشرع الله عز وجل. فغيرنا يحب الزنا والسرقة وشرب الخمر، ويحب الإعراض عن ذكر الله عز وجل، ويحب أهل الفسوق، ويحب أهل العصيان، ويحب المتمردين على شرع الله عز وجل، والذين لا يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا. من شرف الإيمان كذلك عباد الله أن الله عز وجل مدح المؤمنين بإيمانهم، فقال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. من شرف الإيمان أن الله عز وجل مدح الذين توسلوا إليه بالإيمان لأنهم عرفوا شرف الإيمان، فقال عز وجل في وصف الأبرار أنهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فمدحهم الله عز وجل لأنهم عرفوا شرف الإيمان. جعل الله عز وجل الإيمان شرطا لقبول الأعمال الصالحة، فقال عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، وقال عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لو قام العبد لله عز وجل قيام السارية مثل هذا العمود في المسجد يصلي لله عز وجل ويتعبد لله عز وجل حياته كلها ثم فقد هذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان ومات هو فاقد لنعمة الإيمان لحبط جميع عمله ولكان من الخاسرين، ولو كان نبيا رسولا ولو كان خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة، وقيل هذا على تقدير المحال وهو جائز في لغة العرب، كما قال عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فبين عز وجل شرف الإيمان وأهمية الإيمان، وقال عز وجل عن الرسل الكرام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لشرف الإيمان كذلك عباد الله وعد الله عز وجل المؤمنين أجرا عظيما، فقال عز وجل وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وبشر المؤمنين بالفضل الكبير، فقال عز وجل وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. لشرف الإيمان كذلك عباد الله لم يجعل الله عز وجل للشيطان سلطانا على عباده المؤمنين الذين وصلوا إلى هذه الدرجة العالية، لا يستطيع الشيطان أن يغويهم إذا كانوا متوكلين على الله عز وجل.
فقال عز وجل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أي أن الشيطان يسلط على أوليائه وعلى الذين يتولونه وعلى الذين يطيعونه. أما المؤمنين بالله عز وجل الذين تعهدوا شجرة الإيمان في قلوبهم والذين توكلوا على الله عز وجل لا يقدر عليهم الشيطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لشرف الإيمان كذلك عباد الله، ضرب الله عز وجل مثلا لكلمة الإيمان وهي كلمة لا إله إلا الله، فقال عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالكلمة الطيبة هي كلمة الإيمان، هي كلمة لا إله إلا الله. فإذا وافقت هذه الكلمة الطيبة أرضا طيبة، والأرض الطيبة هي قلب المؤمن، فإن هذه الحبة وهذه الكلمة الطيبة تنبت نبتا طيبا وتضرب جذور النبتة الطيبة في أرض قلب المؤمن. وكلما ثبتت هذه الجذور في أرض قلبه وهي أمور الإيمان الستة: الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر، كلما امتدت جذورها في أرض قلبه كلما ارتفعت ساقها سامقة في سماء قلبه، وكلما تفرعت فروعها في أرجاء قلبه، وكلما أثمرت الثمرات الطيبة. فأثبت الله عز وجل لهذه الشجرة وصف الطيب، فهو أعم من أن تكون شجرة طيبة في منظرها، بل كل ما يوصف به الشجر من الطيب فهو في هذه الشجرة، من ثباتها في الأرض وارتفاعها في السماء وحلاوة منظرها وكثرة ظلها وكثرة ثمارها وحلاوة ثمارها. وشجر الدنيا عباد الله يثمر مرة أو مرتين في العام على الأكثر، ولكن الشجرة الطيبة شجرة الإيمان تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فلا يكاد يمر على المؤمن وقت قليل حتى يجني ثمرة طيبة من ثمرات الشجرة الطيبة. فما هي ثمرات الشجرة الطيبة شجرة الإيمان؟ أول ذلك أنهم يغتبطون بولاية الله عز وجل، والله ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الغفلة إلى نور الذكر، ومن ظلمات الشك إلى نور اليقين، ومن ظلمات الرياء إلى نور الإخلاص. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما قال أخرجهم حتى نقول أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد، ولكنه يقول يخرجهم، أي أن المؤمن كل وقت يخرج من قلبه ظلمات ويخرج من جوارحه ظلمات. ومن تساوى يومه فهو مغبون، فكل يوم يزيده من الله عز وجل قربا، وكل يوم يزيده من الله عز وجل حبا، وكل يوم يتخلص من ظلمات ويستضيء بنور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. من ثمرات الشجرة الطيبة دفاع الله عز وجل عنهم، كما قال عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلمته أنني محارب له
حيث أنه كان محاربا لي بمعاداته وليا من أوليائي. من ثمرات الشجرة الطيبة معية الله عز وجل، كما قال عز وجل: وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال عز وجل لهارون وموسى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية النصرة، معية التأييد. من كان الله معه فمن يخاف؟ ومن كان الله عليه فمن يرجو؟ من كان الله عز وجل معه فمعه الفئة الغالبة، ومعه الحارس الذي لا ينام. من ثمرات الشجرة الطيبة كذلك عباد الله أن أمر المؤمن كله له خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، فالمؤمن دائما في زيادة وفي خير وفي نعمة. إن كان في مرض أو في سجن أو في فقر فهو يصبر ويحتسب ويزداد عند الله عز وجل رصيده، وإن كان في نعمة فإنه يشكر الله عز وجل فيزداد عند الله عز وجل، فهو دائما في خير. وليس ذلك إلا للمؤمن. من ثمرات الشجرة الطيبة الحياة الطيبة في الدنيا، والسعادة الأبدية السرمدية في جنة الله عز وجل، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة في الدنيا والسعادة في الآخرة وقف على أهل الإيمان والعمل الصالح. لا تظنوا أن الكفار، ولا تظنوا أن أصحاب الشهوات، ولا تظنوا أن المعرضين عن شرع رب الأرض والسماوات، لا تظنوا هؤلاء في سعادة أو يجدون حياة طيبة، فهي وقف على أهل الإيمان والعمل الصالح. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الواحد فينا إذا نظر نظرة محرمة أو تكلم كلمة محرمة يتكدر عليه قلبه ويضيق عليه صدره، فكيف بالذين حياتهم كلها بعيدة عن شرع الله عز وجل؟ لا ينشرح الصدر إلا بالإسلام. أفمن شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أهل الإيمان عباد الله مبشرون بكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهم في الدنيا مبشرون بمحبة الخلق وبثناء الخلق، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله فيحبه الناس، وفي رواية: فيثني عليه الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. هل تجدون الخلق يحبون الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم أو عبد الله بن سبأ ابن اليهودية؟ هل تجدون أحدا يحب الذين ينغمسون في شرب الخمر وفي الزنا وفي السرقة وفي الصد عن سبيل الله عز وجل؟ بل محبة الناس للملتزمين بشرع الله عز وجل وبالذين يعزون دين الله عز وجل. مروا على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا عليه بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: الأولى أثنى الناس عليها خيرا فوجبت لها، والثانية أثنى الناس عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، وهذه الأمة لا تشهد على أبنائها فحسب، بل هم يشهدون كذلك لسائر الأنبياء، كما ورد في الحديث الصحيح: يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. يكذبون على الله عز وجل. مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يقولون: ما أتانا من نذير. فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فيشهدون، ويكون الرسول عليهم شهيدا. ثم تلا قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من مبشرات المؤمنين في الدنيا الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. وقال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وبقاء جزء من النبوة ليس بقاء للنبوة، فذهبت النبوة وبقيت المبشرات. المؤمن عباد الله يبشر أحوج ما يكون إلى البشرى، عندما يكون في خروج من الدنيا وإقبال على الآخرة أضعف ما يكون، وأيأس ما يكون من الدنيا، وأخوف ما يكون من أمور الآخرة. قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة هي التقوى والمداومة على التقوى، لأن العبد قد يتقي الله عز وجل في وقت ويترك تقوى الله عز وجل في وقت آخر، أو يتقي الله عز وجل في موقف ويترك تقوى الله عز وجل في موقف آخر. فالاستقامة أن تكون التقوى له سجية. قل: آمنت بالله ثم استقم، لا تروغ روغان الثعالب. قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قيل عند الموت: ألا تخافوا ولا تحزنوا. والخوف يكون من شيء في المستقبل، والحزن يكون على شيء فائت، أي لا تخافوا مما أنتم تستقبلونه في الآخرة، ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا. من والى وليا في الدنيا من أهل الدنيا ذي سلطان قد يطمئن في الدنيا ما دام في الدنيا، ولكن ما يفعل إذا أقبل على الآخرة؟ وهذا السلطان لا يملك شيئا في الآخرة، بل هو ومن تولاه سواء. أحوج ما يكونون إلى الله عز وجل رب الأرض والسماء، ولكن من تولى الله عز وجل ومن استقام على طاعة الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو مالك الدنيا والآخرة. لا تخافوا مما تستقبلونه من أمور الآخرة، ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل مالك الدنيا والآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وتبشر روح المؤمن عباد الله عند خروجها برضا من الله عز وجل ورضوان ورب غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أي من فم السقاء، وإن لها لرائحة طيبة، وإن لها لنورا. ثم تحضر الروح تغسيل البدن
تشاهد تغسيل البدن، ثم تطير فوق الجنازة وتقول قدموني قدموني، لأنها تعرف أن هذا البدن يساق إلى روضة من رياض الجنة، وأن أرواح المؤمنين تسرح في جنة الله عز وجل وتعلق في شجر الجنة. أما الكافر والفاجر عباد الله فإنه يبشر بسخط من الله عز وجل وغضب، وتخرج روحه لها رائحة خبيثة ولها ظلمة، وتشاهد تغسيل البدن ثم تطير فوق البدن، وهي تعلم أن البدن يساق إلى حفرة من حفر النار، فتقول يا ويلها، تقول يا ويلها، أين يذهبون بها، أين يذهبون بها، لأن جسده يحبس في حفرة من حفر النار، ولأن روحه تحبس في جهنم عباد الله. فإذا كان المؤمن في قبره فرش قبره من الجنة ولبس من الجنة، وفتح له باب إلى الجنة يأتيه من ريح الجنة ومن طيب الجنة، ويعرض عليه مقعده في الجنة بالصباح والعشي، يعرض عليه ملكه في الجنة، فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أما الكافر والفاجر عباد الله فيفرش من النار ويلبس من النار، ويفتح له باب إلى النار يأتي من سمومها وحرها، ويعرض عليه مقعده في النار في العذاب الأكبر، فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، فهو في عذاب وفي حفرة من حفر النار، لا ينتظر أن يخرج من هذه الحفرة، ولا ينتظر أن يخرج إلى سعة، ولكنه ينتظره عذاب أكبر، كما قال عز وجل عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويدخل على المؤمن في قبره رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيستبشر فيقول من أنت؟ إن وجهك الوجه الذي يأتي بالخير. يقول أنا عملك الصالح، أنا قيام الليل، أنا صيام النهار، أنا الدعوة إلى الله عز وجل، أنا الصدقة، أنا الإحسان إلى المحتاجين، أنا عملك الصالح. هذا عمله الذي يؤنس في قبره. أما الكافر والفاجر فيدخل عليه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح، فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك القبيح، الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يمثل له بهذا الشخص في قبره، يلازمه في قبره، يستبشر برؤيته شرا، وينتظر برؤيته أسوأ العواقب. إذا كانت القيامة عباد الله كثرت المبشرات للمؤمنين، فمن ذلك بياض وجوههم، كما قال عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ومن ذلك أنهم يؤتون كتابهم بأيمانهم، وهم يعلمون أن من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. من ذلك النور، يعطون نورا بقدر إيمانهم وبقدر استضاءتهم بنور الوحيين، كما قال عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من ذلك أن الملائكة تقول لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فإذا دخل المؤمنون جنة الله عز وجل دخلت عليهم الملائكة من كل باب تلقي عليهم السلام: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والله عز وجل يلقي عليهم السلام: سلام قولا من رب رحيم. فهل ترون عباد الله شيئا من المبشرات
لم يبشر به أهل الإيمان في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في ثمرات الإيمان، ثمرات شجرة الإيمان المباركة الطيبة، من ذلك أن الإيمان هو أعظم شيء يتسلى به عند المصائب. كم كان يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يحب ولده يوسف، ولما سأله إخوة يوسف في أن يذهبوا به يرتع ويلعب كما زعموا، اعتذر إليهم أولا فقال إني ليحزنني أن تذهبوا به، لا يستطيع أن يفارقه هذا الولد الحبيب، ثم قالت ثانيا وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فكيف صبر يعقوب عليه السلام هذه المدة المتطاولة؟ وخالف صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، لولا أن الله عز وجل صبره بالإيمان. وكم كانت أم موسى تحب موسى، وموسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، ألقى الله عز وجل عليه محبة، وألقيت عليك محبة مني، لما رأته امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك، فكيف بحب أمه له. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لما بلغها أن الولد وصل إلى بيت الطاغية الذي يقتل الذكران ويستحي النساء. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن الله عز وجل ربط على قلبها بالإيمان لتكون من المؤمنين. فالإيمان عباد الله أعظم شيء يتسلى به عند المصائب. الإيمان عباد الله ملاذ المؤمنين ومعاذ المؤمنين، إذا خوفوا بغير الله لجوا إلى الإيمان، وإذا فعلوا طاعة لجوا إلى الإيمان، وإذا فعلوا معصية لجوا إلى الإيمان، وإذا أتتهم نعمة لجوا إلى الإيمان، وإذا أتاهم بلاء لجوا إلى الإيمان. إذا خوفوا بغير الله لجوا إلى الإيمان، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذا أتتهم نعمة لجوا إلى الإيمان، يعرفون النعمة ويعرفون المنعم بهذه النعمة، لا يقولون كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فهم يقومون بشكر النعمة كما قال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذا أتاهم بلاء لجوا إلى الإيمان بالصبر والاحتساب، إذا فعلوا طاعة لجأوا إلى الإيمان، علموا أن الله عز وجل هو الذي وفقهم للطاعة. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فما أطيع إلا بفضله ورحمته، وما عصي إلا بعدله وحكمته، كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، يقبل اليسير من العمل وينميه، ويعفو عن الكثير من الزلل ويمحوه. فإذا أتتهم نعمة لجوا إلى الإيمان، وإذا أتاهم بلاء لجوا إلى الإيمان، وإذا فعلوا طاعة لجوا إلى الإيمان، وإذا فعلوا معصية لجوا إلى الإيمان، بالاستغفار والتوبة والإكثار من الحسنات الماحية، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الثمرات كثيرة عباد الله لا نستطيع أن نستوعبها في هذه الخطبة،
ولكنني أختم بالثمرة الكبرى للإيمان. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم متعنا بالإيمان، اللهم متعنا بالإيمان حتى نلقاك به. اللهم تعهد شجرة الإيمان في قلوبنا، اللهم لا تحرمنا من هذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان. اللهم توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفرطين. اللهم وفقنا إلى توبة النصوح، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المؤمنين. اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شررنا. اللهم وفق المجاهدين في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم وقو شوكتهم وارفع رايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.